اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم الوافد الجديد للنادي الاهلي كريم الدبيس. منورنا كريم. عقبال بقى يا كابتن، بنور حضرتك. اولا ببارك لك على انضمامك للنادي الاهلي، كان حلم حياتك انك تكون موجود في النادي الاهلي، والحمد لله دلوقتي انت اصبحت لاعب في صفوف النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك طبعا الاول، والحمد لله ان انا موجود مع النادي الاهلي، ويعني ده كان حلم من صغري وكنت بحارب عشانه، بس دلوقتي الحمد لله انا موجود في النادي الاهلي بالفعل، فانا دلوقتي يعتبر سعيد جدا، ما حدش يقدر يوصف سعادتي. قول لي بقى المفاوضات الاول، مين اللي كلمك؟ مين اللي كان بتابعك؟ مين اللي كان معاك على تواصل؟ واول مكالمه جات لك انك هتنضم للنادي الاهلي؟ انا كان السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي وادي دجله هيبت فيها، كنت انا خلاص كانت لعبه يعني خلاص بتمشي والكلام ده، فانا كان جاي لي عقد احتراف في كورتريك البلجيكي، فانا كان المفروض ان انا همضي ويومين بالظبط، وكان معايا تيكت الطياره وكل حاجه، ويومين بالظبط وهسافر. فساعتها وانا كان معادي الساعه 10:30 الصبح في النادي مع باشمهندس ماجد سامي، كنت موجود وجايب لي العقود وكل حاجه وهمضي خلاص، والدنيا خلاص هتستقر على كورتريك البلجيكي. وانا رايح يعني 10 بالظبط تقريبا، كان كابتن امير توفيق كلمني وقال لي النادي بيتفاوض معاك دلوقتي، وهو مش هيمنعك من الاحتراف بس النادي بيتفاوض معاك. وبصراحه هو ما يعني ما قاليش سيب الاحتراف، بس انا يعني اول ما كلمني انا كنت قاعد مع مستر ماجد، قطعت عقد الاحتراف وفضلت مع النادي. كان حلمك انك تلعب في النادي الاهلي، ففي اللحظه بقى انك انت هتاخد خطوه تانيه، كان امير توفيق بيكلمك في الوقت ده. ايوه طبعا. فجه كلمني، فرحت جاي مقطع عقد كورتريك. ساعتها اختلاف في النادي مع مستر ماجد بسبب ان هو يعني جيت رفضت مع انه كان خلاص كل حاجه تمام. فبعد كده قطعت العقد، قعدنا بقى ساعتها كانت الامور ماشيه مع بين الناديين وكويس، بس جت في الاخر الفلوس كانت وقفت الدنيا، فقعدت سنه مع دجله العب درجه تانية، وكان جاي لي عروض تاني من فرق تانية او انديه كبيره، بس انا يعني رفضت، قلت عادي يعني هلعب مع دجله السنه دي في الدرجه التانية، وما عنديش اي مشكله ان انا العب وهرجع وهكسر الدنيا وارجع عشان النادي الاهلي تاني يتكلم عليا حتى. والفتره دي كلها انت حاطط عينك على النادي الاهلي طبعا وانت شغال مع كنت دجله شغال في الدرجه في التانيه. الدجله الدرجه التانية، وكنت مع منتخب الشباب برضو، ومع دجله في الدرجه التانية كنت رحت فتره في ايطاليا مع اودونيزي. هنتكلم عن الفتره دي، لكن انا دلوقتي عايز فتره النادي الاهلي وفتره المفاوضات اللي ابتدت من سنتين، وامير توفيق كان بيكلمك والمفاوضات بره وقفت وخلاص النادي الاهلي، وانت قررت ان هتلعب السنه دي مع وادي دجله. اتفتحت تاني المفاوضات، اتفتحت بعد انتهاء الموسم على طول، او اخر ماتشين في الموسم كانت اتفتحت على طول تاني، وكابتن امير برضو كابتن خالد بيبو كانوا تواصل معايا وكلموني. فانا قلت لهم يا جماعه انا مستني اصلا يعني انا قاعد في دجله، وكنت قاعد مستني المفاوضات تاني تفتح والكلام ده، بس فضلت قاعد. فالدنيا كانت ساعتها يعني اقرب، وحاولوا يوصلوا الدنيا لاقرب شيء، فالحمد لله السنه دي خلصت على خير.